يقول لك قال لي فلان ابن فلان، نعم قال فلان ابن فلان ان انتو اكو عندكم سرداب، هذا حاطيه بسامرة، كل من عنده خمس يشيله يحطه بيه ويظل ضاميه لصاحب الزمان حتى من يطلع، وعدكم فرس لازميها تنتظرون يمتى يطلع حتى هو مستعجل يركب الفرس يطلع يقاتل. يعني هذا اللون من التهريج، نبه لي تهريج، هذا يعني في واقع الامر يحج بالنفس، يحج بالنفس لان هذا يفتح افاق امام الناس ينقدونه. انت ما تعرف ترجع مثلا الى الاحاديث النبوية الواردة في خروج الامام المهدي، ما تعرف ترجع الى كتب الدراسة، تفضل هاي عندنا كتب الدراسة، لما تمر بالخمس تقول الخمس يصرف بالمصالح العامة، يعني العلوي المحتاج بند من البنود العلوي المحتاج ياخذ حاجته من الخمس، والباقي يرجع للمصالح العامة. سهم الامام، سهم الامام يعني طريق، يعني مستشفى، يعني مدرسة، يعني اي عمل يحقق الخير للمجموعة البشرية. تفضل هاي كتب الفقه مالنا بالالاف، ها انت هاي ما تسمعها، تسمع لي حكايه مهرج قال والله ذولا ياخذون خمس ويحطوه بالسرداب حتى يطول امامهم، يعني فرد كلام. وهذا هذه كارثه، هذه واقع الامر. الانسان الله عز وجل الطاش سمع حتى يسمع به الخير ويبتعد عن الخنا. مو شاعرنا يمدح قثم يقول اصم عن قيل الخنا شمعه وما عن الخير به من صمم. الانسان الطيب اللي يخلي شمعه متجه الى الخير، متجه الى سماع ما ينفعه ما يعود عليه بالنفس،